الي في الاسكواش مصطفى عسل زكا درش. كابتن اسلام، ازي حضرتك؟ حبيبي الف مبروك، الف الف مبروك، الله وكل يبارك سنه فيك، وانت طيب، ودايما كده الله يبارك مفرحنا فيك، ودايما بتسعدنا يعني. ربنا يخليك. والله كنت حضرتك طيب، وبرحب بضيوفك الكرام، ودايما في ظهري كده على طول، وشكرا جدا والله على المقدمه دي. لا سعداء جدا بالانجازات اللي بيتم تحقيقها. انا عارف ان كانت في فتره انت عندك الظروف بسبب الايقاف يعني، والدنيا واللي حصل والكلام، مش عايزين نتكلم في هذه الامور، ولكن في النهايه واحده واحده ان شاء الله تبقى ترجع ان شاء الله ان شاء الله كالعاده يعني دائما رقم واحد. حبيبي ربنا يخليك والله. اه طبعا الفترة الأخيرة كانت فترة صعبة جدا، بس الحمد لله والله، يعني الدعم كان كبير جدا. أنا فاكر لما حصل الموقف ده حضرتك دعمتني يعني بشكل كبير جدا، وكان الحلقة كمان مؤثرة ليا بشكل كبير. الحمد لله. وطبعا يعني جماهير النادي الأهلي على طول في ظهري، ومجلس الإدارة يعني ما حدش سابني لغاية آخر وقت. الفترة الأخيرة كانت صعبة قوي عليا، إن أنا كنت نمرة واحد يعني، وبعد كده توقفت شهرين ما عرفتش اعمل اي حاجه، وان انا ارجع تاني واكسب بطوله تاني كان حاجه صعبه قوي بالنسبه لي، والحمد لله يعني ربنا كبير. لا وترجع بالقوة دي وبالعظمة دي وبتلعب مع واحد من أفضل لاعبي العالم، يعني حاجة جميلة جدا. اه لا البطوله كانت صعبه جدا، يمكن كان يعني طبعا تصنيفي يعني اتاخر شويه بعد الوقت طبيعي وكده، بس طبيعي. اه طبيعي من اللي حصل الحمد لله. وبعد كده طبعا يعني بلعب علي فرج نمرة واحدة على العالم، وبرضه بروفي ديجو الياس نمرة اتنين على العالم. ماتشات كانت صعبة جدا، ماتشات كانت كبيرة، ضغط كان كبير، بس الحمد لله البطولة دي كنت كسبانة يعني آخر سنتين الحمد لله، فقدرت أنا أكسبها الثالثة، دي كانت حاجة كبيرة أوي أوي يعني. خلي بالك احنا كل جمهور الاهلي ينتظر رجوعك مره اخرى وتبقى رقم واحد، لو في كمان واحد بلس يعني هننتظر واحد بلس كمان يعني ان شاء الله، لانه كل جمهور النادي الاهلي يتوسم فيك ما هو افضل ان شاء الله خلال لا والله الفتره اللي دعم جايه. كبير جدا يا كابتن اسلام، والله على طول حقيقي يعني مستندني على طول معايا في الماتشات اللي في مصر، يعني على طول حاسين ان كان في ضغط عليا كبير جدا، ويعني ما كانش في اي لوم خالص اللي هو بيلوموني او اي حاجه، لا كانوا على طول مشجعيني ان انا ان شاء الله ارجع وارجع البطولات تاني على طول، والحمد لله قدرت بس ان انا احقق حاجه اخيره كده، وان شاء الله السيزون الجاي يعني بوعدهم ان شاء الله نرجع مكاني الطبيعي ان شاء الله. ربنا يكرمك يا درش، والف الف مبروك، خصوصا كمان انت احتفلت بسطلانه، يعني انا شايف لك يعني انت خلاص، يعني انت دلوقتي برضو الفيديو داخل في يعني ناس كثيره بتتفرج عليها، وبص بصوا حضراتكم عمال يعمل سطلانه برضو، مفيش فايده، مش ممكن يا جماعه، مش قلنا بلاش سطلانه دي؟ لا يعني جميله جدا، والكل مبسوط بهذا الامر، ويعني قد ايه الواحد سعيد ومبسوط بوجودك، وان انت تفوز بهذه البطوله، وان شاء الله واحده واحده ترجع وتبقى دايما افضل من الاول. كريم عايز تقول حاجه لمصطفى؟ اه طبعا، الف مليون مبروك طبعا لكابتن مصطفى، وخصوصا طبعا اكيد المباراه طبعا، يعني الناس اللي بتحب السكواش عايز اقول لكم في لعبه دلوقتي هو عملها بصراحه فعليا فعليا مستحيله مستحيله، المنافس بتاعه واقف قدامه، هي بالظبط هي دي، بس هي دي مستحيله. بس ما شاء الله يعني على الفتنس وعلى القدرات الفنيه عنده الكره دي، يعني الناس بتتابع سكواش واحده من اصعب اللعبات، ان خلاص اتعمل له بلوك وهو واقف قدامه ومع ذلك جابها. هنتكلم فعلا بطل عالمي ويستحق كل هو وصل له بمجهوده وبدراعه، فالف مليون مبروك، ونتمنى له اكيد مزيد من التوفيق. الف الف مبروك يا درش، وعايزين نبقى نلعب كده. انا هلعب 3 دقايق معاك بالظبط. وقفل مصطفى يا شباب ولا ايه؟ معانا؟ قفل؟ معاك اهو، قدرش 3 دقايق، هلعب معاك 3 دقايق بالظبط، ينفع؟ لا انا جاهز، انا جاهز، لا انا اللي مش جاهز. انا هحاول نعمل لك ملعب في الاستوديو هنا ونلعب كده ماتش على السريع يعني. تشكرين يا درش، وكل سنه وانت طيب يا حبيبي. في وقت انا حضرتك طيب، وانا والضيفك الكرام طيبين، وشكرا جدا على الكلام الجميل ده، وان شاء الله اشوفك قريب ان شاء الله. شكرا جزيلا يا درش، شكرا، الف الف مبروك، يعني من الناس اللي رفع راسنا، راس مصر الحقيقه وراس النادي الاهلي في كل البطولات اللي بيلعب فيها. ف تعامل اتحاد كره القدم